32 هما رؤساء النوادي، وبالتالي ما دام اني عندي الثقه تاع رؤساء النوادي ما، ولكن نطمن العام والخاص مانيش راح نزيد نترشح. نتمنى ان شاء الله اللي يكون خليفه تاعي هنا يكون احسن مني ويقدم للكره الجزائريه احسن مما قدمت. انا اعتبر انه هنوني من كما يقولوا بالدرجه من هذا العبء هذا، لانه انا كما تعرف العام والخاص يعرف انه كنت اعلنت على نيتي في الانسحاب في شهر جوان، يعني شهر 6 وبعدين شهر 9، لانه شفت انه الظروف ما تسمحليش انه نستمر في الاشراف على هذه الرابطه، ولولا اصرار الرؤساء لكنت انسحبت في شهر 6، يعني لانه اصبح خلافات دائمه وتعايش مستحيل، يعني تقريب مستحيل بين الاتحاد والرابطه بتشكيلتها الحاليه.